شكل القانون الجديد المتعلق بجريمة المضاربة محور أشغال اليوم الدراسي والإعلامي الذي نظمه المجلس قضائي ولاية أم البواقي، حيث تطرق المشاركون من مختلف المصالح المعنية إلى جملة القواعد الإجرامية لمكافحة المضاربة والمعالجة القضائية لهذه الجريمة التي تثقل كاهل المواطن. التغطية لرشيد مقدم. إن وجود هذا الإطار التشريعي الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة يدفعنا إلى ضرورة توحيد الجهود كل في اختصاصه من قضاة ضباط شرطة قضائية الموظفين المكلفين بمراقبة السوق من أجل العمل بصرامة للتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، مع الحرص أن يكون هذا التدخل في إطار احترام الشرعية الإجرائية والموضوعية. لا يفوتني أن أشكر وسائل الإعلام الحاضرة معنا لتغطية هذا اليوم الدراسي، وأخاطبها بأن لها هي كذلك دور في محاربة هذه الظاهرة. القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة أقر قاعدة استثنائية أنه يجوز بعد الحصول على إذن مكتوب ومسبق من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص حسب الحالة، يجوز تفتيش المحلات السكنية لأجل البحث والتحري عن جريمة المضاربة غير المشروعة في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقر على أنه لا يجوز تفتيش المحلات السكنية قبل 5 صباحا وبعد 8 مساء.